يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، ويسعد صباحنا ويسعد صباحك عمر، واهلا بكم في فقرات كتبت بغداد لنطالع ابرز ما جاء لهذا اليوم في الصحافه المحليه. ونطالع من الصباح ومن عناوين صفحتها الاولى: تعهدات دوليه بقيمه 30 مليار دولار خلال مؤتمر الكويت. وفي تفاصيل الخبر نطالع: مره اخرى تصطف الدول او دول العالم لتعلن عن ختام مؤتمر الكويت في في مساندتها وقوفها مع عمليات إعادة إعمار العراق عقب مساندتها لجهود اجتثاث جذور الإرهاب. متفقة على أن دعم عمليات البناء في العراق مسؤولية دولية تحتم على الجميع المشاركة فيها، وهو الموقف الذي عبرت عنه البلدان المشاركة في ختام المؤتمر حينما منحت العراق تعهدات مالية بقيمة 30 مليار دولار. وخلال تواجده في الكويت توافد بشكل كبير العديد من المسؤولين الحكوميين وممثلي كبرى الشركات العالمية على مقر إقامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، معلنين تضامنهم ووقوفهم مع العراق في حملات البناء والأعمار. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح أجمل تعهدات الدول المشاركة في المؤتمر مبينا أنها بلغت 30 مليار دولار أمريكي. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الحمد الصباح على التزام الكويت بتخصيص مليار دولار، منها مليار كقروض ومليار للاستثمار، بينما أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تخصيص المملكة 1.5 مليار دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق وتمويل الصادرة السعودية له. بدورها تعهدت دولة الإمارات بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار العراق، في حين أعلن وزير خارجية تركيا عن 5 مليارات دولار للعراق على شكل قروض واستثمارات. من جانبها قالت ألمانيا أنها ستقدم مساعدات للعراق قيمة 350 مليون يورو في 2018. وتعهدت بريطانيا بما يصل إلى مليار دولار سنويا للعراق في شكل ائتمان صادرات على مدى 10 سنوات، بينما تعهد الصندوق العربي للإنباء بتمويل قدره 1.5 مليار دولار للعراق. كما أعلنت إيطاليا تعهدها بمبلغ 260 مليون دولار يورو قروضا ميسرة و 11.5 ملايين دولار مساعدات للعراق. بدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوريتس خلال كلمته في المؤتمر الأسر الدولية إلى الوقوف في العراق لتحقيق التعافي مشددا على ضرورة استمرار تنسيق الجهود الدولية لإعادة إعمار العراق. وأيضا في الصباح: الأجواء تشهد تساقط الأمطار بين متوسطة وغزيرة. وفي تفاصيل الخبر: توقعت هيئة الأنواء الجوية أن تشهد جميع مناطق البلاد تساقط أمطار غزيرة متوسطة ابتداء من يوم غد الجمعة. وأشارت الهيئة في بيان تلقته الصباح أن الطقس اليوم الخميس لجميع المناطق سيكون غائما، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، منبها على أن الطقس يوم غد الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائما مع هطول أمطار بين غزيرة ومتوسطة الشدة وتكون رعدية أحيانا. وإلى الزمان وعناوين صفحتها الأولى ونطالع من أخبارها: الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى الدعم وتشجيع الاستثمار وتحث بغداد على المصالحة. ومؤتمر الكويت يعلن عن تعهدات ب 30 مليار دولار لإعمار العراق. وفي تفاصيل هذه العناوين نطالع: أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح عن تعهدات بنحو 30 مليار دولار خلال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق. وقال الصباح في كلمته في الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري للمؤتمر يوم أمس أن هذا المبلغ نتج عن زخم واسع من مشاركة 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية و51 من صناديق تنموية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية، 107 منظمة محلية وإقليمية ودولية من المنظمات غير الحكومية، و1850 جهة مختصة في ممثلي القطاع الخاص. وأضاف أن باجتماعنا وتمسكنا وشراكتنا هذه أثبتنا مجددا إيماننا العميق بأسس ومبادئ السلام طريقا نحو البناء والنماء، وأن معاول الهدم وأدوات الدمار والإرهاب لن تنتصر
يوما على إرادة العيش والحياة وعلى مسيرة التنمية والإعمار، وستظل جميعا أو سنظل جميعا أوفياء لقناعاتنا الراسخة بالمحبة والتعاون والعيش المشترك. وأيضا من الزمان، النفط يسعى لتعزيز إنتاج الخام نحو 7 ملايين برميل يوميا. وفي هذا الصدد وهذا الموضوع أنه طالع، كشف وزير النفط جبار علي اللعيبي عن سعي العراق إلى تعزيز إنتاجه النفطي لنحو 7 ملايين برميل يوميا بحلول 2022، مشير أن احتياطي البلاد من الغاز يبلغ 135 مليار قدم مكعب. وقال اللعيبي خلال مؤتمر أعمار العراق في الكويت أن الاحتياط الحالي للغاز هو 135 مليار قدم مكعب. وأضاف أن الاستثمار في هذا المجال سيضع العراق في مصاف الدول المتقدمة في إنتاج الغاز، ولا سيما أنه رابع دولة على مستوى العالم من حيث الاحتياط النفطي. لافتا إلى أن الوزارة لديها خطط لتطوير القطاع النفطي، منها المصافي وإنشاء وتطوير الخزانات وأنابيب النفط وكل ما يتعلق بهذا المجال، نظرا لأهميتها وحيويتها ومساهمة في نهوض العراق. وإلى الزوراء، ومن عناوينها لهذا اليوم نطالع، أمير دولة الكويت يعرب عن تفاؤله بمستقبل العراق، والعبادي يتعهد بخلق بيئة اقتصادية سليمة. وفي هذا المواقف نطالع، حيث أعلنت دولة الكويت عن تعهدات الدول المشاركة في مؤتمر الكويت الدولي على تعمار العراق والتي بلغت 30 مليار دولار أمريكي. وفيما كشف البنك الدولي عن طبيعة القروض التي يمنحها للعراق والسقوف المالية المحددة لها، أكد أنه يعمل مع الحكومة العراقية للقيام بالإصلاحات لتجذب الاستثمار. وأكد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن الحج الدولي الوسع يمثل اعترافا من العالم بحجم التضحيات التي تكبدها العراق في مواجهته للإرهاب. وفيما أعرب عن تفاؤله بمستقبل أمن واستقرار العراق، كونه يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار دولة الكويت والمنطقة، أعلن تخصيص 1 مليار دولار للاستثمار في العراق، في حين لفت رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تطلع العراق لشراكات حقيقية استراتيجية وتبادل المنافع، مبينا أن الحكومة العراقية تصدر حزمة من النظم والقوانين لخلق بيئة اقتصادية سليمة لإزالة المعوقات والبيروقراطية غير الجاذبة للفساد. وإلى المدى وعناوينها لهذا اليوم، ونطالع، تجارة الشرائح والهواتف المميزة تلقى رواجا في العراق. وإلى تفاصيل هذا العنوان، في العراق سوق أرقام الهواتف النقالة المتميزة لها أسعار تضاهي تلك الموجودة في سوق بورصة الذهب والماس. اقتناء هذا الشيء المميز من شأنه أن يسر لك طريق النجاح في عملك، أو تجعل السياسي العراقي يقف مزهوا بنفسه. هذا المفتاح الذي يفتح الكثير من تلك الأبواب ومجرد شريحة الهاتف النقال التعريفية بطاقة سيم كارد. وقد تنافست تجارة هذه الشرائح البلاستيكية البسيطة التي توضع داخل الهاتف النقال لربط بالشبكة أسواق بيع الذهب والأحجار الكريمة في تجارة تصل أسعارها إلى عشرات الآلاف من الدولارات. مشاهدينا، وإلى الأخبار المنوعة، وننتقل إلى الصفحات الأخيرة لنطالع من أخبارها العلمية والغريبة. ولكن نبدأ في مطالعة صحيفة المدى وأخبارها المنوعة، ولاختنا من صفحتها كاريكاتير بقلم بسام فرج لنقف معه لتوالي. وإلى الزوراء وعناوينها المنوعة، وفي زاوية عين عن العالم اختنا لكم من الأخبار المنوعة ساعة الملك فاروق الأول إلى المزاد العالمي. وفي هذا الخبر، تعرض دار كريستيز
ساعة أو تعرض دار كريستيز ساعة باي تكليف الخاصة بالملك فاروق في المزاد العلني، وتتراوح القيمة التقديرية الأولية للساعة الفريدة بين 40,000 إلى 80,000 دولار أمريكي. وإلى الزمان وعناوينها المنوعة، فرقة تجوب طوكيو برسالة للرجال عبروا بالورد في عيد الحب. وإلى هذا الخبر، جاب موسيقيون شوارع طوكيو أمس في حين وزعت الفتيات الورد على نساء عابرات في محاولة لحث الرجال اليابانيين على التعبير على مشاعرهم بالورد في يوم عيد الحب، وهو سلوك نادر في مجتمع اعتادت فيه النساء على تقديم الشوكولاتة للرجال. ومنذ بدء الاحتفال بعيد الحب في اليابان قبل نحو 4 عقود، يحيي اليابانيون المناسبة بشكل مختلف، فالنساء هن من يشترن الهدايا والشوكولاتة للرجال بما في ذلك رؤساء العمل والزملاء والأزواج. وإلى صحيفة الصباح، ومن عناوينها المنوعة، خماسي بغداد يعزف لمؤتمر الكويت. وفي هذا الخبر، نظمت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق أمسية موسيقية لفرقة خماسي بغداد بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب مساء أمس الأول الثلاثاء على مسرح عبد الحسين عبد الرضا في السلامية. تضمرت هذه الأمسية 4 قطع موسيقية. وإلى مجلة هي، واختنا من مجموعتها أو مجموعة أخبارها المنوعة، إطلالة لفساتين الخطوبة لكن باللون الأحمر، ونتابع مع هذه المجموعة من الصور. طبعا الفساتين الوانها اكيد تشبه مشابه للون العمر اليوم مرتدي ماشي على الموضه ويانا. شكرا لمتابعتكم احبتي المشاهدين، ونعود لباقي فقراتنا لهذا اليوم.